خليك بشغلك، مول ما عرفت خليك بشغلك، خليك بشغلك، خليك بشغلك، خليك بشغلك. إذا مراسل قناة الميادين يعتدي علينا مباشرة على الهواء. هلا عم تكذب بعدك، هلا موجود قدامك عم تقول لي انا رحت على عبده وانا ما رحت على عبده ولا قصر العدل. يا محمد شهير، انا قاعد حدي واحد اسمه ابراهيم فتفت، قلت لي شيء بده يجي علي فتفت اللي كان بده يجي علي تبع صوت بيروت، قاعد حدي قال لي كذاب وما حدا شلحني الدعوه ما ادعيت، وانا فاتح سبيكر حد هلا. كيف شهير، مين خبرك انه انا قدمت دعوه؟ بس بدي اسالك بس، يعني لهلا ما بعرف الا اسمك. لا 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 بلا بس شوي شوي، كان عم بخبرني من شوي عم تسمعني فيش ايه. سكر سكر يا اولى. اتيت على مراد على زميلتك اسرار وزميلتنا، يعني مين بيقرب على اسرار يا زلمه؟ في اطيب من قلبها المخلوقه مش زميله؟ كيف مش زميله؟ انا ما حد انت منك النهار كنت؟